فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أصبت بسحر في بيت أبي منذ صغري، فغادرت البيت وذهبت إلى طلب العلم، لكن كلما زرت بلدي لا أجد أو لا أكاد أتنفس، ويأتيني ضيق شديد، وأكره أن أذهب إلى بلدي ولا أزور أبي. يقول: هل هذا من العقوق؟ ما ليس هذا من العقوق. إذا كان عليك ضرر من هذا المكان فأبوك تجده في غير هذا المكان، تجده في غير هذا المكان، ولا تذهب إلى مكان يحصل عليك فيه ضرر. نعم.